سيدات شوبينغ. أربع مشاركات غادي تنافسوا على لقب سيدات شوبينغ، مبلغ محدد، وقت ضيق، وموضوع من اختيار ليلى حديوي صاحبة أجمل إطلالة كتنول إعجاب المشاركات. وخبرتنا ليلى حديوي كتصبح سيدة شوبينغ. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في سيدة شوبينغ. رمضان مبارك سعيد عليكم كاملين. من بعد ما شفنا الحويجات ديال نغام، اليوم غادي نشوفوا لي ساك، لي اكسسوار وحتى الصويبطات ديال نغام. بقاو معنا. دابا غندوزو لي ساك. هذا ساك كلبسو لا بليبار مع لي غوب في هاد الوريدات. هو صيفي يعني في التيم ديالو. هاد الساك ماشي ما كنحسوش انني كنرتاح فيه مزيان، حيتاش كيجيني مشارجي بزاف. الوغ انا كنفضل الساك يكون سامبل. كاين هذا في الكحل، خلاص غير 40 في لي سواري، كنت نشوف ديكراتيف ذهبي في هاد البوتون ديال باش كيتحل. لا بليبار كنلبسو مع لي غوب طوالين هكا، ماشي عملي، ما كناخذوش يعني في الايام العاديه. زوين بالنسبه لشي مناسبه، غزال صغور متيول. كاين هذا الزرق حتى هو ديال لي سواري، كتلبس مع دي غوب في هاد السنيسله هادي، وعملي هو في الليل تعطي داك البريون ديال الموزون. هاد سويك مزيوان، جا كيشعل بزاف، يعني خصك من الافضل يتلبس مع شي حاجه سامبل. غزال غزال منو بوشيت، تقدر تهزو بوشيت، تقدر تهزو هكا متول. كاين هادي حتى هي صندلة، الطالون ديالها عملي فدان، طبعا دائما اللون الدبلوماسي الاسود. فيها هاد التريك هادي تجي فوق الرجل. هاد الصندله حتى هي مزيونه بالحق في مناسبات خاصه وصافي، يعني كنفضل انني ما نكونش كنخرج بها. كاين هاد لي بوت التالون حتى هو دان، كلبس معاه لي با و غوب قصيره. زوين ولكن ما متفقاش معاك، ماشي مع لي غوب غادي يجي، يقدر يجي حتى مع لي بونطالون. وي لي بوت دابا سي لا توندونس. زوين الو غادي بالغا بالديه بخدمه المعلم، وخسرتها فيها هاد اللون اللي هو موف ولكن كيتموج بلي غات. ما كاينش شي مغربيه اللي ما عاد عجبهاش يبلغا، كتحمقني غزاله، لكن كنلبسها غير في مناسبات. بالنسبه للاكسسوار هما حوايج مهمين بالنسبه للمراه. يلا نغام ورينا. كاين هاد لي بوكل دوغي كنلبسهم، كنكون لابسه نغوب ولا شي حاجه هكا. مالوغوزمون انا ما نقدرش نلبس هادو علاش عندي العنيقي صغيور، دونك هادو ما كنقدرش نلبسهم، كيعجبوني شويشيات غزالين. كاينه هاد لاكانا، هادي كادو، كادو من شخص عزيز عليا بزاف، كتجيني ديال لباس رسميات الخاص. لو ستيل ديال هاد لاموطخ مودرن، هما اللي خارجين زعما في لامود، دونك كيبان ليا زوينين. وهذا واحد الكادو جابته ليا صديقه ديالي، الجمال اللي فيه انه بسيط سامبل، وخاصه الاسود اللي كيعجبني ديما حاضر. نغام بصح الكادو كيف ما قلتي سامبل، وديك الحجيره اللي في النواغ الو مزيون. راك محظوظه حتى انت، نزيدك على مريومه، ما كاينه الكادو طلعتك الصحه. شكرا لك نغام اللي وريتينا لي ساك لي اكسسوار وحتى لي شوسور ديالك اللي غنتكلموا عليهم بدقه يوم الاثنين. وانتم الا بغيتوا تعرفوا كيفاش كدير شده ديال الفولار ديالها والمكياج، نتلاقاو غدا. السلام عليكم.